نشاط مصغرة بقص اللوجو الخاص بالحملة ولتوفيره على المشاركين في الحملة. كان الأمس هو اليوم الأول للحملة وستستمر حتى يوم الجمعة 16 شهر وسيكون يوم مميز ورائع. نقوم الآن بالتنسيق لإدخال اللوحة القماشية الرائعة التي ستدخل يوم الجمعة القادم. هي لوحة قماشية بدون تحديد لطف تحمل صور متقاربة من الأطفال والنساء والرجال وسيتم جمع أكبر عدد من التواقيع للأشخاص المطالبين. لكن هناك أسماء مستقلة شهيدات تحت التعذيب. هناك